الأرض هو الكوكب الذي نعيش فيه. إذا أردت أن تتحرك من مكانك في الأرض حاليا لتدور حول الأرض ثم ترجع إلى نفس المكان، فيجب عليك أن تتحرك بسرعة 50 كيلومترا في الساعة لمدة 34 يوما بدون توقف، بحيث يقدر محيط كوكب الأرض عند خط الاستواء حوالي 40,000 كيلومتر. هنا ستعرف أن كوكبنا صغير جدا مقارنة ببعض الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية، وهذه الكواكب هي كوكب نبتون وأورانوس، زحل كذلك كوكب المشتري، وأيضا هناك كواكب أصغر من الأرض في المجموعة الشمسية وهي كوكب عطارد، الزهرة، المريخ. وعلى بعد 150 مليون كيلومتر عن الأرض يتواجد نجم أكبر من جميع الكواكب في المجموعة وهي الشمس، التي تعتبر نجما أساسيا تقدر درجة حرارة سطحه حوالي 5500 درجة مئوية. وضوء الشمس هو عبارة عن تفاعل باندماج ذرات الهيدروجين تحت الضغط والحرارة لتتحول لهيليوم. وهناك نجوم أكبر من الشمس، على رأسها نجم يواسكوتي، وهو أكبر نجم تم اكتشافه لحد هذه الساعة، وهو موجود على بعد 9500 سنة ضوئية من كوكب الأرض في كوكبة الترس، وهي كوكبة سماوية صغيرة ذات نجوم خافتة، وهو من أبراج النصف الجنوبي للكرة الأرضية بين ذنب الحية وكوكبة العقاب في منطقة غنية بالأجرام السماوية تغطي مساحة سماوية تقدر ب 109 درجات مربعة، ويظهر بوضوح عند جنوب خط العرض 74 درجة شمالا، وذلك خلال الفترة ما بين شهري يونيو وغشت. يقدر نصف قطر نجم يواسكوتي حوالي 2 مليار و 400 كيلومتر أكبر من الشمس ب 3450 ضعفا. والكواكب التي كنا قد ذكرناها إضافة إلى الشمس يشكلون المجموعة الشمسية التي تتواجد في مجرة ديميلكي واي أو درب التبانة، يتواجد بها أكثر من 90 مليار نجم شبيه للشمس بمختلف الأحجام، والعلماء يتوقعون وجود المليارات من المجموعات الشمسية في مجرتنا درب التبانة. عودة إلى الشمس التي تتحرك بسرعة تبلغ 800,000 كيلومتر في الساعة، هذه سرعة كبيرة جدا، إلى أنها تستغرق وقتا طويلا لكي تكمل دورة واحدة حول مركز المجرة، يقدر هذا الوقت بحوالي 230 مليون سنة كاملة. ودرب التبانة هي مجرة قدر العلماء قطرها ما بين 120,000 و180,000 سنة ضوئية، وإذا قسنا هذه المسافة بالكيلومتر فستتراوح ما بين 950 و1140 كوادريليون كيلومتر، والكوادريليون هو 1000 مليون من المليون، ويكتب 1 بعده 15 صفرا. وفي مركز مجرتنا درب التبانة نجد ثقبا أسود اسمه ساجيتاريوس A، وهو أكبر بمقدار 4.2 مليون مرة من الشمس، ويتحكم الثقب الهائل وحقل الجاذبية في مدارات النجوم في مركز درب التبانة. وبعيدا عن مجرتنا بحوالي 2.5 مليون سنة ضوئية تتواجد مجرة أندروميدا، وهي كبيرة وواضحة لدرجة أنها تظهر لنا في السماء بالعين المجردة فقط وبدون استخدام المقراب. وتحتوي أندروميدا على نحو 250 مليار نجم، ويبلغ قطرها 220,000 سنة ضوئية، وهي بذلك أكبر من مجرتنا درب التبانة. ويقدر أن يتم الاصطدام بين كل من أندروميدا ودرب التبانة في بضعة مليارات من السنوات مستقبلا. وباستخدام حقل هابل العميق HDF التي
التقطها مركز هابل الفضائي سنستطيع رؤية مئات المجرات الشبيهة بدرب الدبانة، وعن بعد 5 مليار سنة ضوئية إلى الخلف تتواجد الشبكة الكونية التي يتوقع احتواؤها على المليارات والمليارات من المجرات. ثم على بعد 200 مليار سنة ضوئية من مجرتنا سنرى إشعاعات خلفية الكون، وهي إشعاعات كهرومغناطيسية تتواجد في كل مكان في الفضاء بشكل مركز ومتساوي. وهذه واحدة من الأدلة التي يتخذها العلماء في إثبات صحة نظرية نشأة الكون عن طريق الانفجار الكبير. وكل ما ذكرناه هو فقط ما استطاع الإنسان رصده، أي أنه يوجد ما لم يصل إليه الإنسان بعد، ومن يدري قد لا يستطيع الوصول إليه. ثم نرجع إلى القرآن الكريم الذي ذكر السماوات السبع، ثم نطرح السؤال: هل هناك ارتباط بين ما وصل إليه الفلكيون عن الفضاء والسماوات السبع، أم أن كل ما استطاع الإنسان رصده عن الأكوان يعتبر سماء واحدة فقط؟ والله أعلم بذلك.